قصص الأنبياء بالعامية السودانية. قصة النبي يونس عليه السلام. السلام عليكم. اهلا وسهلا يا اولادي، عليكم السلام. تفضلوا 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 يا اولادي، حبابكم عشرة تفضلوا. تعرفي يا خالتي صفية، نحن متشوقين جدا لانه تعودنا على الحكي بتاعك الجميل ده. الله يخليك. ايوه ايوه والله فعلا، نحن جيناك الليلة عشان تحكي لنا واحدة من قصص الانبياء. انا سمعت انه في نبي كانت بلعته سمكة كبيرة. انا عايزة اعرف النبي ده منه وعايزة اسمع قصته. ده يا اولادي هو النبي يونس عليه السلام، كلكم موافقين تسمعوا قصته؟ أيوة كلنا موافقين. خلاص كويس كده، في الأول أشربوا لكم كوباية الشاي وبعد ذاك أنا هحكي لكم القصة. يلا يا أولادي خلونا نبدأ. قصة سيدنا يونس حصلت من 800 سنة قبل ميلاد سيدنا المسيح، يعني تقريبا حوالي 200 سنة من وفاة سيدنا سليمان. ويونس هو ابن متى من ذرية النبي يعقوب عليه السلام، اختاروا الله سبحانه وتعالى عشان يكون نبي وقال له قوم وامشي لمدينة نينوى العظيمة. مدينة نينوى دي وين يا خالتي صفية؟ مدينة نينوى دي يا سكينة يا بنتي هي في العراق حاليا. في الماضي كانت مدينة مهمة جدا وكانت عاصمة الأشوريين، لكن الشر كتر فيها جدا جدا. عشان كده الله أمر سيدنا يونس عليه السلام بأنه يسافر لنينوى عشان ينذر أهلها ويبلغهم إنه شرهم زاد وكتر وإنه قرر يعاقبهم. ولكن لأنه النبي يونس كان بيكره أهل نينوى ما عمل ما أمروا به الله، وبدل ما يمشي لنينوى قام سافر في اتجاه معاكس ووصل ليافا اللي هي في فلسطين حاليا، وهناك لقى له مركب قايمة لترشيش. وترشيش دي يا أولادي كانت مدينة في جنوب أسبانيا. ترشيش ترشيش، أنت ماشي ترشيش يا زول؟ ايوه هاك دو جلتي. اتفضل اتفضل ادخل عشان نحن هنتحرك بعد شويه. يلا يا جماعه فكوا الحبال عشان نتحرك. حاضر يا ريس حاضر. المركب اتحركت والنبي يونس كان مفتكر انه لما يمشي لترشيش حيهرب من الله، لكن الله سبحانه وتعالى رسل له ريح شديده هبت على البحر بسبب النبي يونس، والموج لعب بالمركب لغايه ما قربت تغرق. والبحارة خافوا جدا وكل واحد منهم استنجد بإلهه، وكمان رموا الشحنة اللي كانت في المركب في البحر عشان يخفف حمولتها. النبي يونس كان غرقان في النوم جوا في المركب وما كان شاعر بأي شيء، لغاية ما الرئيس مشى له وهو مخلوع وقال له يا زول هوي انت كيف تنوم في موقف زي ده؟ انت ما عارف الحاصل شنو؟ يلا قوم 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 ادعو إلهك يمكن يرعف بينا وينجينا. وبعد كده البحارة كانوا محتارين وقالوا لبعض شنو اللي بيحصل ده؟ نحن لازم نعرف السبب، تعالوا نرمي القرعة عشان نعرف منو هو السبب في المصيبة دي. ايوه ايوه يلا 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 نرمي القرعة. شوفوا القرعة وقعت الزول اللي كان نايم ده. يا زول انت عملت شنو عشان تجور علينا المصيبة دي؟ زي ما انت شايف نحن هسه قربنا نهلك. يا زول تجيت من يا تبلد وجنسك شنو وبتشتغل شنو؟ يا جماعة انا من شعب بني اسرائيل ومن بالله رب السماء الخلق البر والبحر، لكن المشكلة إني غلطت وحاولت أهرب من الله. والبحارة لما سمعوا كلامه ده خافوا جدا وقالوا ليه طيب ليه أنت عملت كده؟ أنت مجنون؟ بعد كده البحر هاج بشدة والموج بقى يرفع في المركب وينزله بطريقة صعبة جدا، والبحارة خوفهم زاد وقاموا قالوا لسيدنا يونس يا زول نحن نعمل فيك شنو عشان البحر هذا والموج ينزل؟ يا زول تجيني من وين؟ المويه هاي اقول لكم شيلوني ارموني في البحر لانه العاصفه دي جات والبحر هاج بسببي. معقول؟ انت متاكد من كلامك ده؟ طيب كده استنى شويه يا جماعه كده قدفوا شدوا حيلكم جدا وخلونا نحاول يا جماعه البر. يا جماعه قدفوا شايفين الرجوع للبر صعب وما لنا اي طريقه. حصل نحن لازم نرمي الزول ده في البحر. ايوه ايوه خلاص راح نرميه زي ما قال راح عشان نمرق بالمصيبه اللي احنا فيها دي. شيل شيل بجاي دايرين نرمي في البحر.
امسك بهيم. امسك نرجو. نعم. يا رب ارحمنا وما تحاسبنا بذنبه يا رب. ما تهلكنا بسبب الراجل ده. ما تحملنا مسؤولية دم واحد بريء. يا لطيف. يا لطيف. وبمجرد ما رموه الموج هدأ ونزل. والبحارة لما شافوا الحصل ده اتعجبوا من قدرة الله سبحانه وتعالى، وقلوبهم خشعت وقدموا ضحية شكرا لله إلى سيدنا يونس، وكل واحد منهم ندر له وندر لله. وهناك في البحر الله سبحانه وتعالى كان محضر له سمكة كبيرة قدر الحوت عشان ينجبيها يونس من الموت. والسمكة دي بلعت سيدنا يونس، وفي بطن السمكة سيدنا يونس عليه السلام سبح لله ربه وقال: سألتك يا ربي في شدتي وانت استجبت لي، من قلبي هوية الموت استعنت بيك، وانت سمعت دعائي، بمشيئتك نزلتني في الأعماق، والموية كانت حوالي من كل جهة، أمواج بحرك العالية تمر من فوقي، وأنا بقول لنفسي بعد ما انطردت من قدامك: يا رب يا رب في لي فرصة تانية أرجع وأزور بيتك في الوطس. وقبل ما تجي السمكة الموية كانت حوالي وكنت ما قادر أتنفس، كنت دركان تحت الموية، أحشاب البحر كانت متشابكة حول رقبتي، نزلت لعمق الأعماق لعالم اتقفلت أبواب علي للأبد. لكن يا ربي وإلهي جاءت السمكة بأمرك، وكانت بهنياتي من هاوية الموت وطلوع الروح الكان على وشك. يا رب يا رب لاني ذكرتك وبلغك دعائي في بيتك المقدس، بيقدم لك مديح الشكر لساني وأوفى ما نذرت فرحا بنجاتي. أما اللي بيعبدوا الأصنام التافهة حتما حيخسروا رضوانك. والله سبحانه وتعالى أمر السمك بأن تطلع سيدنا يونس من جوفه على الساحل بعد ما كان في بطون المدة 3 أيام بلياليها. والله سبحانه وتعالى بعد ما نجى نبيه يونس خاطبه مرة تانية وقال له: يا يونس قوم أمشي لمدينة نينوى العظيمة وبلغ أهلها بالرسالة اللي حبعتك بيها، وانذرهم بخراب مدينتهم بسبب الشر اللي عملوه. سيدنا يونس عليه السلام قام وسافر فعلا في المرة دي لمدينة نينوى زي ما أمر الله سبحانه وتعالى. وكانت نينوى مدينة كبيرة تاخذ من الزول 3 أيام عشان يلفها. سيدنا يونس دخل المدينة ولف فيها لمدة يوم كامل، وكان بينادي: يا ناس يا ناس منو ده؟ يا ناس اسمعوا اسمعوا يا ناس، أمر الله سبحانه وتعالى أمر إنه بعد 40 يوم مدينتكم نينوى حتخرب وتتهدى. حتخرب نينوى، حتخرب وتتهدى. يا زول انت متأكد من الكلام اللي بتقول فيه ده؟ ايوه المدينة حتخرب. أيوة. بعد 40 يوم ده أمر الله، وفعلا ده أمر الله. ده أمر الله. أنا جيت عشان أبلغكم الرسالة. أنت جيت من وين؟ لازم نتوب ونسأل الله يغفر لنا ذنوبنا، ارحمنا. لازم يا جماعة اسمعوني يا جماعة، لازم نتوب ونسأل الله يغفر لنا ذنوبنا ويرحمنا. لازم نحسن أعمالنا يا أخواننا، لازم نحسن أعمالنا. وبعد ذاك الخبر وصل للملك. يا وزير. نعم مولاي. أنا سمعت إنه المدينة حتخرب بعد 40 يوم، افتكر ما عندنا حل غير إنه الناس يتوبوا ويصوموا ويلبسوا الخيش، رأيك شنو؟ أيوة يا مولاي كلامك صحيح. والملك لبس الخيش ونزل من عرشه وقعد في الرماد. وطبعا يا جماعة دي كانت عادة الناس زمان، كانوا بيلبسوا الخيش دليل على التوبة والتواضع قدام الله. بعد ما الملك تشاور مع وزرائه أمر: أنا ملك نينوى العظيمة أمر كل سكان المدينة ما يأكلوا ما يشربوا ويلبسوا الخيش لغاية ما يحلها ربنا، لبسوه لحيواناتهم وما يدوها أي علف ولا موية، وكلهم لازم يدعوا الله بشدة وخلوا الشر والعنف اللي بيرتكبوا فيه ده.
هلا وعسى ربنا يلطف بينه وينجينا من ال... الله يلطف. امرك سيدي، امرك سيدي. واهل نينوى كلهم امنوا بالله سبحانه وتعالى، وتنفيذا لاوامر الملك صاموا ولبسوا الخيش من كبير لصغير. وعشان كده الله سبحانه وتعالى لطف بيهم ونجاهم من الهلاك. لكن النبي يونس اتضايق وزعل جدا. واتضايق ليه يا خالتي صفية؟ وما له زعل، مع انه ناس نينة وكلهم تاب والله عفى عنه. النبي يونس اتضايق يا بنتي لانه كان عاوز الله يهلك اهل نينوى عاصمة الاشوريين اللي كانوا اعداء شعب بن اسرائيل، قومه اهله يعني. ولكن الله نجى اهل نينوى لانهم تابوا. اما النبي يونس لانه كان متضايق وزعلان دعا الله وقال: يا رب كلامي ما كان صح لما كنت في بلدي. انا كنت عارف انك حسامح اهل نينوى وتنجيهم لانك شفوق ورحيم وصبور وبتمهل وما بتنزل العقاب على الناس اذا تابوا، وعشان كده انا هربت لترشيش لاني ما كنت عايز ابلغ اهل نينوى رسالتك. يا رب وخذ روحي دلوقتي، الموت احصل لي من الحياه عشان انت نجيت اهل نينوى. والله سبحانه وتعالى عاتب نبيه يونس وقال له: ليه انت زعلت لاني سامحت اهل نينوى؟ بعد ذاك النبي يونس مرق من نينوى ومشى لمكان شرق المدينه، وهناك عمل له راكوبه وقعد في ظله وبيجي منتظر عشان يشوف هل انه الله حيدمر المدينه وامنيته تتحقق. والله سبحانه وتعالى بقدرته أنبت له نبات عشان أوراقه تغطي النبي يونس من حر الشمس. وسيدنا يونس فرح جدا بكده وقال: يا سلام، ضل النبات ده سمح ومريح، خلاص الحمد لله كفاني شر حر الشمس. وارتاح سيدنا يونس تحت الظل. لكن تاني يوم في الصباح الله صلت ليه ودودة على النبات نخرته ويبست، ومع طلوع الشمس الله سبحانه وتعالى رسل له بعد ذاك موجة ريح حارة جدا، والشمس نزلت حارة على رأس النبي يونس لغاية ما داخ وقال: ده شنو ده؟ الجو الليلة سخن جدا، حتى النبات اللي أنا فرحته عشان ارتاح تحضله دلوقتي مات كمان. آخ بعد كده الموت خير لي من العذاب ده. والله سبحانه وتعالى خاطب نبيه يونس وقال له: تفتكر إنه عندك حق تزعل عشان النبات مات؟ والنبي يونس قال: أيوة بالتأكيد عندي حاجة أزعل، أنا زعلان لدرجة إني عايز أموت. والله سبحانه وتعالى قال له: إذا كنت أنت شفقت على النبات اللي ما تعبت فيه ولا زرعته والقام في ليلة ومات في ليلة، ليه ما عايزني أشفق على نينوى المدينة الكبيرة اللي فيها أكثر من 120,000 روح ومعاهم كمان بهايمهم الكثيرة؟ يا يونس الناس ديل ما كانوا عارفين نتيجة أعمالهم حتوديهم لوين. تفتكر ما من حقي أقبل توبتهم؟ دي يا أولادي كانت قصة سيدنا يونس عليه السلام. شكرا لك يا خالتي صفية. الله يخليك. شكرا على السرد الجميل ده. شكرا. الله يخليكم يا أولادي. يا سلام. أيوة والله دي كانت قصة عجيبة. الله يخليكم. قصة كانت غريبة. بارك الله فيك. فيها دروس مهمة جدا. كدي يا جماعة خلوا خالتي صفية تورينا بالضبط دروس المستفادة المهمة دي شنو؟ يا ولادي الدرس الأول طبعا هو إنه الله سبحانه وتعالى غفور رحيم، عشان كده هو بيسامح كل اللي بيتوبوا ويرجعوا عن ذنوبهم. والدرس الثاني إنه علم عبد النبي يونس عليه السلام إنه هو القادر وحكمه هو اللي بيمشي مش إرادة البشر حتى لو كانوا أنبياء. كمان أنا عرفت إنه سعادة الإنسان الحقيقية ما بتتحقق براحة الجسم بس، لكن بتتحقق لما الزول يسفي ضميره مع الله. أحسنت يا ولدي، بارك الله فيك، فعلا كلامك صح وجميل. شكرا لك يا خالتي صفية، ربنا يديك العافية. الله يخليك. أها بعد نقول لك مع السلامة. مع السلامة. مع السلامة يا ولدي. تحية زروق. إخراج طماطر شيخ الدين.